سعد الله صباحكم أخواتي إخواني في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا في كل النواحي الفلاحية ديالنا. الريح غادي يصوت غربي في عامة المناطق ما عدا في الحوز ونحية السوس فاش غادي يصوت من الجهة الشرقية والقوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في الأطلس المتوسط. الرطوبة في الجو ناقصة وهابطة لقل من 50% في كل النواحي والحرارة وسط النهار معتادلة بحال ديال البارح ولا زايدة عليها بشي درجة ولا جوج. 19 درجة في الأطلس المتوسط، 21 درجة في اللوكوس وناحية التافيلات، 22 درجة في ناحية الضرعة، 24 درجة في سايس وناحية عبدة، 25 درجة في الريف وناحية التادلة، 26 درجة في الشاوية، 27 درجة في الغرب بكالة الحوز والمنطقة الشرقية، 28 درجة في السوس والذهب، و 31 درجة في الساقية الحمراء. إذن الحال غادي يزيد يتغيم شوية أكثر في جل النواحي الفلاحية ديالنا. الريح فيه غربي ومعتدل في القوة ديالو والرطوبة هابطة والجو غادي يزيد ينشف والحرارة وسط النهار معتدلة ولا طالعة بالخصوص في المناطق الجنوبية. وهذا الطقس لازم ما غادي يشجع التكاثر ديال العدد ديال الحشرات والدود في الزراعات والشجر وحتى في بلاد الرعاية. وهذا علاش لازم المراقبة باش تدار المحاربة ضدهم في الوقت المناسب وقبل ما يتفحشوا ويهلكوا الزراعات والشجر. وإن شاء الله بالتوفيق والله يرحمنا.